السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. حلقتنا اليوم تتكلم على رياضة الكرافي. مغن قبل ما نبدأ الفيديو، بدأ في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل شيء للدفاع عن النفس، وهو فنيولا بين على الفيديو. كرافي مغن بالعبرية وتعني القتال المباشر او القتال بالالتحام، هو فن قتالي للدفاع عن النفس إسرائيلي الأصل. أنشأه إيميليا شتنفت، وهو مزيج من الملاكمة والمصارعة وقتال الشوارع. محتويات 1 المؤسس، 2 النشأة، 3 مبادئ الكرافي مغا، 4 المراجع المؤسس إيمي صموئيليا شتنفت. ولد عام 1910 لأسرة يهودية في مدينة بودابست عاصمة المجر، ولكنه نشأ وترعرع في مدينة براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا. وكان وده صموئيليا شتنفت ضابط بوليس ومدرب دفاعي عن النفس ومصارع سابق. فنشأ إيميليا شتنفت في بيئة خصبة بالفنون القتالية، فحاز على المركز الأول في بطولة سلوفاكيا للمصارعة لفئة الشباب عام 1928، وحاز على المركز الأول في بطولة سلوفاكيا للملاكمة عام 1929. النشأة في ثلاثينيات القرن العشرين ظهرت عصابات نازية تمارس العنف وتشن الهجمات ضد السكان اليهود المحليين، فبدأ اليهود بتشكيل لجان شعبية من المتطوعين لحراسة مناطقهم من هجمات النازيين، وكان إيميليا شتنفت من ضمن المشاركين في هذه اللجان الشعبية، وخاض اشتباكات كثيرة مع النازيين خلال هذه الفترة. فاسترعى انتباهه بأن الملاكة والمصارعة غير كافيان للقتال الحقيقي الشرس في الشوارع، خصوصا ضد الهجمات بالآلات الحادة والعصي. فبدأ بملاحظة قتال الشوارع الدائري، وابتكر إيميليا شتنفت من خلال ذلك هذا الفن القتالي لحماية الجالية اليهودية في سلوفاكيا من اعتداءات النازيين والمعادين للسامية. وفي فترة الأربعينيات من القرن الماضي طور إيميليا شتنفت الكرافي ماغا كي يصبح مناسبا للمتطلبات العسكرية للقوات الإسرائيلية. وبعد وفاة إيميليا شتنفت أدخل مجموعة من خبراء الكرافي مغن بعض التحسينات والإضافات، وظهرت عدة أساليب للكرافي مغن، ولكل أسلوب اتحاد دولي خاص، إلا أن هذه الأساليب جميعا متفقة ومتشابهة في الجوهر والمبدأ. كما أنه يستخدم من قبل العديد من أفراد الشرطة وقوات النخبة في مختلف دول العالم، وكذلك هناك شريحة كبيرة من المدنيين تقبل على ممارسة الكرافي مغا. مبادئ الكرافي مغا، الأساس الذي بنى عليه إيميليا شتنفت المبادئ الجوهرية للكرافي مغا، هو الغريزة الطبيعية للإنسان. ويعتمد الكرافي مغا على مهاجمة المناطق الضعيفة والحساسة في جسم الإنسان بأسرع وأبسط وسيلة ممكنة، بالاعتماد على الهجوم المضاد المتزامن مع الدفاع. وليس الكرافي مغا هو الفن القتالي الوحيد الذي يعتمد على الهجوم المضاد المتزامن مع الدفاع، فهذه التقنية تشبه تقنية من فن الوينغ تشون. في البداية لم يكن إينوي التعرض لتأسيس الفن القتالي، ولكنني وجدت معلومات يجب أن تعلموها. الكرافي ماجن فيلاس ليس إسرائيلي، ولكن كيف انتقل إلى إسرائيل؟ ماريلي شتينفيد هو شخص مجري ولد في مدينة بودابست وعاش في سلوفيكيا من أصل يهودي، حصل على العديد من البطولات من خلال ممارسته للمصارعة وجيم والبوكسين، نجبدا عدد من النازيين الهجوم وقتال اليهود في عدد من البدن، وكان الشباب اليهودي يخرج لمقاتلتهم، وكان من ضمنهم هذا الشاب، ولكنه وجدوا فرق بين قتال البطولات التي كان يفوز بها وقتال الشوارع حيث لا توجد قوانين. بالرغم من ان الرياضات القتاليه كانت قويه جدا، ولكن رأنها تنقصها شأما، ومن هنا بدا يطور من طرق قتاله وساليبه ويدامج رياضات قتاليه مع ليقوم بعمل الكرافي ماجا.
حتى هذا الوقت لم يكن الكرافي ماجاً ينتسب لعدوله. بعدها قام هذا الشخص بالذهاب إلى إسرائيل والتحق بالجيش الإسرائيلي وبدأ تدريب الجيش هناك على هذا الفن القتالي، وبعدها تبنته أو بمعنى أدق صداقته إسرائيل. هذا هو تاريخ الكرافي ماجا، ويتضح إن مؤسسه كان يهودي. وذكرنا سناخذ بديانة الرياضات القتالية فلن نتعلم منها، لأن أغلب مؤسسيها كانوا بوذيين أو بدون ديانات، وهذه نقطة مهمة أيضا لنحاول نشر الفنون القتالية التي قام بتأسيسها المسلمين والعرب في بلدنا العربي. مبادئ الكرافي ماجا: 1- قم بالهجوم المضاد في أسرع وقت ممكن، مبدأ الجيت كوندو. 2- هاجم نقاط ضعف الخصم، العين ناقص الرقبة. مبادئ العديد من الفنون القتالية كالسيالات مثلا: 3- اجعل ضرباتك فعاله وقويه لتكسب القتال في أقصر وقت ممكن، أحد مبادئ الهابكايدو. 4- يجب أن يكون الهجوم والدفاع متزامنين، مبادئ الوينج تشنو. 5- يجب أن تكون ملم بما يحيط بك أثناء القتال في حالة إذا أردت الهروب أو هجم عليك أكثر من شخص أو أشياء من حولك تستطيع بها ضرب الخصم أو صد ضرباته، أحد مبادئ السيستيما الروسي. كما شاهدنا فانه خلط بين أكثر من مبدئ من مبادئ الفنون القتالية معا، ولم يبتكر الجديد. تكنيكات الكرافي ماجا: 1- ضربات القدم، 2- صد ضربات القدم، 3- ضربات اليد، 4- صد ضربات اليد، 5- ضربات الركبة، 6- صد ضربات الركبة، 7- كيفية الوقوع الصحيح بدون أصابة، 8- القتال الارض والتصارع، 9- الفاوت وورك أو حركات القدم أثناء القتال، 10- استخدام الإسلاح، 11- الدفاع ضد الإسلاح، 12- الدفاع ضد المسك، 13- الدفاع ضد الخنق، 14- الدفاع ضد مسك الرقبة، 15- الدفاع ضد جذب اليد، 16- الدفاع ضد جذب الشعر، 17- الدفاع ضد طرق الجذب الأخرى، 18- الدفاع ضد الهجوم في السيارة، 19- الدفاع إذا كنت راهينه، 20- الدفاع ضد أكثر من خصم في وقت واحد. شكرا لمشاهدتكم على الفيديو، ما تنساش تدعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.